الباقية في حياتك؟ حياتك الباقية. ايه ده؟ أنا سامع الباقية في حياتك. خير؟ آه والدتي تعيش أنت. يا شيخ! لا الباقية في حياتك. الباقية في حياتك. شكل حياتك الباقية. هو ده المصنع ها؟ هو ولا مش هو؟ إيه؟ اتفضلي، اتفضلي. ها ايه رايك؟ تحفه. انا بجد مش مصدقه المصنع ده بقى بتاعي. يا وسيله هاني، من المصنع ده نقطه في بحر ثروتك. خليكي معانا يا حبيبتي، اصل احنا ما عملناش حاجه وحشه في حد، عشان كده ربنا ادانا الثروه دي وادانا المصنع ده كله بتاعي وبتاعك. اتفضل. مكتب تحفة. قمر. حلو قوي. امال فين مكتب انا؟ ها؟ مكتبك؟ ما هو ادهم هيشتغل معانا هنا في المصنع. طيب خلاص، هنبقى نحضر لك مكتب قريب قوي. هنبقى قريب. المهم يا مدام وسيله، لازم تجهزي نفسك عشان في ميعاد مع كارولين بنت الشريك الاجنبي، ولازم تكوني مركزه جدا لكل الكلام اللي هيتقال في الميتنج. طب اخلص وقول لنا الميعاد امتى عشان نروح. لا يا ادهم بيه، الميعاد ده لوسيله هاني من لوحدها، وانا هعدي عليها بنفسي واخدها. وايه المشكله ان ادهم يبقى معانا يا فريق؟ عشان هي ست ما بتحبش الكلام الكتير، وقتها ضيق. ده انا بالعافيه حددت لك معاها ميعاد نص ساعه. يعني ايه ما بتحبش الكلام الكتير؟ يعني ايه؟ هو انا معد شغاله جاي ارغي؟ الله، ما انا مش هفتح بقي. قلت لك مش هينفع يا ادهم بيه. انا مش فاهمك يا خاي. الله، مش فاهمك انا خالص. انت مش عايز تحضر معاك ليه؟ ما تقعد يا وسيله. في ايه يا ادهم؟ ما خلاص مش مشكله الميعاد ده يعني. بقى كده انت هتبقى تعدي عليا تاخدني وتجيبني زي ما قلت لي صح؟ طبعا طبعا. خلاص يلا. اتفضلي. شفت جمال المصنع؟ هو في كده؟ فعلا. مبروك. مالك؟ شكلك متضايق. ده لا مش متضايق ولا حاجة، بالعكس أنا المفروض أبقى مبسوط يعني. بس يمكن اتخذت شوية لما أنت أحرجتيني قدام فارق. أنا أحرجتك؟ أمال تسميه إيه ده يعني لما توافقي على كلامه إن أنا ما أحضرش الاجتماع بتاع بنت الشريك الأجنبي؟ أسميه بيزنس. لازم احنا اللي نمشي على قواعده ومش هو اللي يمشي على قواعدنا. ما تنساش ان احنا لسه جداد في العالم ده، يعني اكيد هو ادرى بالصح والغلط. يا سلام، حلوه قوي دي، حلوه قدامه جداد دي، يعني هو يركب بقى ويدلدل رجليه. انا بصراحه ما بقتش استريح له خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. هو مش ده اللي انت لسه كنت بتقول لي ده راجل شاطر ومحترم وطيب ولازم تثق فيه؟ يا ستي كنت ايه؟ هتعلقي لي كلامي حبل مشنقه حوالين رقبتي؟ الله، ايه يعني؟ ما بقتش اثق فيه. يا سلام، طب انا بقى بقيت باثق فيه وشايف انه انسب واحد ممكن يفيدنا الفتره اللي جايه. يا ريت تهدى بقى شويه. ماشي يا سيلا.
بورصة طوكيو بقى عندنا فيها 10,000 سهم متوزعين على أكبر شركتين هناك اللي هما مالك يا وسيلة هاني؟ شكلك مش مركزة النهاردة. معلش يا فايق، أنا مش متظبطة النهاردة، مودي يقرف. ليه بس؟ في حد يبقى في العز ده كله ويبقى في المدة؟ معلش، ما هو اللي شايف من بره غير اللي جوه. مشاكل مع أهلك مش كده؟ تقدر تقول شبه مقاطعيني خلاص. أنا بالنسبة لهم بقيت المفترية مش الضحية، وبهدلت سمعتهم. تصدق عايزيني أسيب الثروة وأرجع تاني أعمل تحليل الدي إن إيه؟ وأنتي قلت لهم إيه؟ قلت لهم لأ طبعًا، أنا مش حامل التجربة دي تاني، كفاية اللي جرالي منها يعني. عين العقل اللي عملتيه ده، عين العقل. وبعدين أنتي فعلًا مجني عليكي في الموضوع ده، والمفروض إنهم يقدروا، بس للأسف محدش عنده إحساس، كله بيفكر في مصلحته بس. وما تنسيش إنهم باصين لك لأنك الوحيدة منهم اللي اتكتبت لك الثروة دي كلها. تفتكر؟ تفتكر أنتي لو كانت جت لهم كان ده بقى موقفهم؟ معرفش. أنتي مش عايزة تعرفي لأن الإجابة طبعاً معروفة. اللي هي؟ هياخدوها طبعاً. هي دي ثروة عادية. دول 50 مليون دولار. طاقت قدر واتفتحت، واللي قفلها على نفسه يبقى أكيد مجنون. المهم عايزك تركزي معايا عشان افهمك هتقولي ايه قدام كارولين بدل ما تلخبطي معاها. قول قول انا معاك. بصي يا ستي، هي اتاخرت ليه ست كارولين دي؟ ولا من اولها هتعلمنا الادب؟ ما تقلقيش زمانها جايه. اهي وصلت اهي. Hello, Faye. Hello. How are you? I'm fine. You? Well, thank you. Miss Caroline, Madame Musil. Nice to meet you. Nice to meet you, too. She's now the main shareholder of the company. Excuse me? The main shareholder? That's a joke. يا ترى المدام متضايقة من إيه بالظبط؟ مش فاهمة. أنا مش مدام يا حبيبتي. إيه ده؟ ده أنتِ طلعتي بتتكلمي عربي أهو. أمال عوجلنا لسانك ليه من الصبح يا ترى؟ عادي، أبويا أمريكاني وأمي مصرية، مش حكاية. طيب حلو، يا ريت بقى تكلمينا عربي عشان واضح إن الليلة فيها وجع دماغ كتير، فمش طالبة كمان تركيز في اللغة بصراحة. أوكي. بصي يا وسيلة، لازم تعرفي إن أنا هنا البوس، وإنتي مجرد بارتنر تستني نسبتك من الأرباح على آخر السنة وبس. طب وليه؟ ما تطبقي لي 2 جنيه في ايدي احسن، وتوكل انا على الله من هنا لو وجودي مضايقك يعني. بصي يا حبيبتي، انا ابويا طول عمره هو اللي بيدير المجموعه دي، وانتي وباباكي اللي بتستنوا ارباحكم على اخر السنه وبس. That's ancient history، يعني زمن وجبر. بس دلوقتي احنا في 2013 ونسبتي انا الاعلى. وما تنسيش كمان ان اسمها مش ساميه، دي عندها 22% من الاسهم. سامية هانم دي تبقى مامة مدام وسيلة، وأكيد هيتحدوا مع بعض عشان يبقى لهم حق الإدارة بنسبة 51%. أكيد، بس اللي أنا أعرفه إن مس سامية لسه ما استلمتش نسبتها من الثروة، واللي أعرفه كمان إنها مش عايزة تستلم نسبتها. لا، she will. She will? Oh, I hope so. But till then أنا اللي من حقي الإدارة، وأنا اللي هدير المجموعة كلها، لأن قانوناً أنا نسبتي الأعلى. قول حاجة فيه. ده حقها بحكم نسبتهم الأعلى لغاية دلوقتي. ماشي يا كارولين، بس يا ريت ما تعيشيش قوي لأنك مش هتطولي كتير في الإدارة. اكسكيوز يو، ما تعيشيش؟ يعني إيه؟ مش فاهمة. الله، أمال أمي مصرية وأبويا صيني وليلة. بصي يا حبيبتي، ما تعيشيش زي بالظبط ما تقولوا don't bet on it، عشان قريب قوي هنتصالح انا ومامي ونتحد مع بعض وترجعي انتي تاني بتاخدي نسبتك في الارباح اخر السنه وبس. So cute. هنشوف يا حبيبتي. Come on, we're late.
بس شوية. اهدى. مش قلت لك كارولين دي مش سهلة؟ مش سهلة. امريكانية ايه يابا؟ دي من شبرا. تقدر تقول لي بقى هتصرف معاها ازاي دي؟ لازم تقنعي والدتك انها تستلم نصيبها وتتحدوا سوا عشان يبقى لكم حق الإدارة. ودي هقنعها ازاي دي بقى ان شاء الله؟ ما انت عارف المجزرة اللي بيننا. لازم تشوفي حل معاها. الا اذا كنت ناويه تتنازلي عن حق الاداره وتتبسطي بالفلوس وتريحي دماغك من شغل سيدات الاعمال ده. ان شاء الله. فايق، انا اول مره في حياتي احس بطعم الفلوس والباور. مش هتنازل لاي حد مهما كان الثمن. برافو عليكي.